السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله هنكمل في الفيديو دوت اخر فيز في الاربشن وهي البوست اربتيف فيز. الحقيقه خلاص السنه وصلت للاوكلوزال بلين، انتهت الاربتيف فيز، بتنتقل لفيز ثالثه اسمها بوست اربتيف فيز. بوست يعني بعد، اربتيف يعني خلاص حصل اربشن، وساعات بيسموها فانكشنال اربتيف فيز لان الاربتيف كان اسمها بري فانكشنال اربتيف. طيب بتبدا امتى وتنتهي امتى؟ بتبدأ من أول ما التوس توصل للأوكلوزال بلين وتفضل as long as السنة عايشة في الأورال كافيتي، وما تنتهيش غير بحاجتين، يا السنة تتخلع يا يحصل death للشخص. يبقى تاني البوست إيربتيف بتبدأ إمتى؟ بتبدأ من أول ما السنة توصل للأوكلوزال بلين. طيب بتفضل لحد إمتى؟ بتفضل لحد ما يحصل حاجة من حاجتين، يا التوس تتخلع يا الشخص يموت. طب ايه الهدف من البوست ايربتيف؟ ايه يعني ليه بتحصل وايه اهميتها؟ طيب التوس فوقنا ما بين امرين، ما بين انه يحصل اتريشن في الانسايزال بارت او الاوكلوزال بارت، فيحصل شويه اوفر ايربشن او شويه انه يكون سيمنتم من الابيكال بارت هنا، وبيبقى طبعا سيريال سيمنتم علشان خاطر يعني يزق السنه لفوق شويه، برضه نفس القصه هنا حصل شويه اتريشن فيكون شويه سيمنتم هنا سيريال سيمنتم، فتعمل بوش للتوث توورد اوكلوزال موفمنت. تمام، فده يعتبر نوع من البوست ايربتيف فيز. يبقى اول هدف تو كومبنسيت اوكلوزال وير، وممكن يحصل شويه انتر بروكسيمال وير يعني شويه انامل هنا او هنا، يحصل يعني شويه تاكل في طبقه المينا هنا او هنا، فتحصل ان السنان تتحرك شويه ناحيه الميزيال او الديستال فتو كومبنسيت انتر بروكسيمال وير. يبقى البوست ايربتيف بتبدا من اول ما التوس تطلع للاوكلوزال بلين وتفضل لحد ما السنه تفضل موجوده في الاورال كافيتي وتنتهي متى تتخلع متى الشخص يموت، هدفها تو كومبنسيت الاوكلوزال وير او الانتر بروكسيمال وير، او حاجه جديده شويه عليكم اسمها الليت جراث. ساعات يا شباب بيجي لي حد في العياده يقول لي والله يا دكتور انا كنت كويس جدا والانسايزرز بتاعتي كانت شكلها حلو ومقصوصه حلو، وفجاه ركز معايا فجاه حصل لهم كراودنج، فجاه بقوا متلخبطين كده فوق بعض. طب ليه يا دكتور حصل لي كده؟ ده غالبا بيحصل بسبب انه حصل ليت جروث اوف ذا ماندبل، فحصل شويه موفمنتس عشان تعوض ليت جروث زي ما هنشوف في السلايد اللي بعد كده. دي السلايد بعد كده، دي جيس، دي كيس جات لي العياده، الشاب جميل قال لي والله انا اللور انسايزوس دي كانت مرصوصه وحلوه عادي، وفجاه كده لقيتهم دخلوا كده جوه بعض، يا ترى ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار انه حصل ليت جروث، لما حصل ليت جروث اتحركت السنان شويه كده وشويه كده وشويه كده، فبدا يحصل كراودنج. تمام، وده example of post eruptive movements. نبص على الهيستولوجي، طبعا لو جيت سألتك بصيت لقيت ان خلاص التوس حصل لها eruption وحصل بس في eruption والجنجفة في مكانها صح والتوس خلاص almost اتكونت، تمام، والروت تقريبا معظمه اتكون او كله اتكون، يعني هنا معظمه اتكون وهنا كله اتكون، يبقى ايه الفيز دي؟ الفيز دي هتبقى post eruptive phase. طب دي ديسيديوس ولا بيرمننت؟ صح دي ديسيديوس ودي الايه؟ بيرمننت. الفيز هنا بوست ايربتيف، الفيز هنا ايربتيف. لو نلاحظ مع بعض هنلاقي وجود الجوبرنيكولار كورد. نيجي نعمل فاست ريفيجن. لو قلنا ان انا عندي 3 فيزز اوف ايربشن، عندي بري ايربتيف تبدا من الايرلي بيل لحد كومبليت كراون فورميشن، هدفها ان انا اعمل ريليف للكراودنج اوف ديفلوبينج توس علشان تبقى متماشيه مع الجروث. المين موفمنتس بادلي واكسنتر. الايربتيف فيز بتبتدي من اول روت فورميشن لحد ما السنه توصل للاوكلوزال بلين، هدفها انها تسمح بالايربشن. المين موفمنت اكزيال موفمنت. اخر حاجه البوست ايربتيف بتبدا من اول ما السنه توصل للاوكلوزال بلين لحد ما السنه تفضل تتخلع او الشخص يموت، هدفها تو كومبنسيت الانتر بروكسيمال وير او الانسايزر او الاوكلوزال وير او الجروث. وغالبيه البوست ايربتيف
movement بتبقى ميزيال واوكلوزال، والسنان اصلا عندها tendency to move ميزيالي and occlusively. ده كده كانت نهاية الفيزيس اوف اربشن، اتمنى اكون سهلتها لكم. شكرا.